ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، تدريب تخصصي لياقة بدنية للمهاجمين الستة الأماميين. أنا يعني قلت لكم دائما اهتم بالستة الأماميين اللي يلعبون دائما لما تكون الكرة معانا في الثلث الدفاعي المنافس، اهتم بتدريباتهم التخصصية دائما. اسمعوا يعني كنصيحة خوية، اهتم بيها، لا تقولي ليش ما نجيب الخمسة ليش. أنا أقول تخصصي يعني. إذا تريد تجيب كل الفريق أنت، أعطي كل الفريق. يعني أنا هاي لياقة خاصة لهؤلاء اللاعبين في مناطق الحسم تقريبا يعني. فالمربع هذا على بعد 20 يارد، المثلث هذا على بعد 20 يارد، 4 علامات 3 علامات فقط. الفعالية الأولى تبدي، الفعالية الأولى أكو هذا بفعاليته. الفعالية الأولى تبدي بشكل بسيط نشرحها، أنه اللاعب يبدي من هنا يركض إلى المربع، هذه 5 في 10 أو 10 في 15 حسب تقديرتك، فيلف حول المربع ركض رشاقة ممتاز معروف هذا، بعدين يرجع للبداية اللي بدأ منها علامة البداية، ينطلق حتى يصوب كرة يلعبها إلى اللاعب رقم 6. إذن أنا عندي 6 و8 مجهزين، وعندي 9 و10 و11 و7 مصوبين، فيصوب اللاعب، يكون ذاك بنفس الوقت إيش عمل؟ يكون ذاك بنفس الوقت عمل نفس الشيء، عمل الركض نفس الوقت، إحنا كلنا نريد بنفس الوقت. زين، عمل الركض للمثلث على أضلاع المثلث، ركض، رجع لنقطة البداية أو علامة البداية، انطلق دون توقف، كل تغيير اتجاهات سريعة عشان يصوب كرة المجهز 6 أو 8. زين، يصوب الكرة، يبدلوا مراكز وهكذا. أعطي لكل لاعب 5 مرات، ما يزيد عن 5 مرات، ثم أغير من الفعالية. هذا رأيي أنا، هذا تدريبي، وأنت عندك تدريبك، فلان عنده تدريبه، وكنت جلوبال عالمي، لكن هذا التدريب يعني ركض المثلث والمربع أو المستطيل من الأركاض اللي تنفذ في تدريبات اللياقة البدنية. زين، أعطي راحة وأقول الآن التمرين يصير بشكل ثاني. يبدأ واحد لاعب واحد، أما ركض المربع أو المستطيل أو يبدي لعب واحد. فإذا افترضنا هذا اللعب نفس الشيء، ركض مربع، ركض 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 ركض. شوف أنا ليش أريد 5 في 10، أريد ركض رشاقة عالي جدا، ثم يهاجم الكرة من العقامة اللي بدأ منها ورجع لها، يصوب على المرمى، ثم أنا عندي لاعب واحد يعود إلى هذا المثلث، ركض ركض ركض، ثم بالعلامة اللي بدأ منها يعود يهاجم الكرة الثانية اللي راح يلعبها، فيهاجم كرة يعني يروح خلف ذول يدي المثلث، ينفذ ركض المثلث، يصوب، يروح على المربع المستطيل، ينفذ ركض المثلث، يصوب كرة. فكل لاعب راح يصوب كرتين ويبدلون مراكز. والأحسن أنه اللي يعملون اللي يعمل هنا ويصوب كرة هذا اللاعب 6 يروح مكانه، يبدل مكانه يعني، ولهذا اللي صوب كرة 8 يروح مكانه، وذولا يجوا مكانه بالتمرين الأول والتمرين الثاني. نكون دورنا اللاعبين على المراكز وعلى الساحات وعلى مناطق الركض، مثلث ومربع أو مستطيل. أنا أعتقد مع نفسي، وربما أنا خاطئ وأنت صح، أن التدريبات خاصة باللياقة البدنية ترتبط بواجبات اللاعبين بالساحة تكون أحسن. ذول 6 يتحركون في هذا المجال اللي أمام منطقة الجزاء، أدرب هذا هاي الحركة وأحصل على أحسن مستوى من اللياقة البدنية خاصة باللاعبين ذول. لذلك أنا ما أحتاج 5 وما أحتاج 6. إذا قال واحد أنا عندي لاعبين 2 و3 يصعدون، أوكي، ضع 2 و3 درب 8 مثل على سبيل المثال، لكن أنا
شخصيا اقتصر بالتدريب على هذا الموضوع. واذا ردت اجيب اثنين وثلاثه اضعهم معهم، اجيب الخمسه واربعه وضعهم، يصير الفريق كامل عندي ادربه تدريب عام كمجهزين الخمسه والاربعه. انا ما منعهم من التصويب، لكن انا دائما افكر بالتخصص، التخصص يكون احسن. هذا رايي مطروح، هذا متغير مطروح. انا اعطيك نموذج على ما طلب احد الاخوه دائما من المغرب العربي من تونس للسته الاماميين، راد تدريب تخصصي ب يعني لياقه بدنيه عاليه. اذا زدت عدد اللاعبين وزادت فتره الراحه وضعت 20 لاعب، ما في فائده من الفعاليه، تصبح عامه وتصبح فتره الراحه اطول كثير من معدل الشغل للراحه. فانت اذا معدل الشغل للراحه بين 3 إلى 1 4 إلى 1، اوكي، لان احنا ما نركض بدون كره، بدنا نركض بكره وبدنا نركض بتصويب. فهذه تمارين جيده وممتازه. اثنين، انا اقول اوكي، انا ليش لماذا لا افعل التالي؟ انه لما اللاعب هذا يريد يركض المربع، هذا اللاعب يناوله كره طويله يردها اللاعب له ثم يركض المربع، ومن ينتهي من التصويب هذا اللاعب يلعب كره طويله لهذا اللاعب يردها له ويبدا المثلث ويطبقون التصويب. ومن تصير حركه اللاعب على هدفين نفس الشيء، هذا يرد له الكره يردها له يروح يركض مربع يهاجم الكره يصوب يروح هنا. شوف انا اجى هنا يطيل كره هنا امام المثلث قبل ركض المثلث، يردها الى ثم ينفذ ركض المثلث ويصوب على المرمى. من تماريني يعني المفضله اللي اسستها في يوم ما دربت عليها فرق شابه جدا، وكان الاحظ المتعه رغم الجهد البدني هنا على. فذيك 4 مرات، هاي 4 مرات، 8 مرات يكفي بعد فتره الاحماء، وانت فاصل ذولا عن الفريق الباقي، ممكن ان تجيب مجموعه اخرى وتدربها، لكن انا اريد دائما التخصص يرتبط باللاعبين من مناطق الحسم اللي يلعبون به. اذا وسط من مناطق الوسط يصير التدريب التخصصي، سنضع على ذلك وضعنا. اذا بالدفاع اريد المدافعين واحتياطهم تدريب تخصصي، مش انا اللي اريد، انا ما لها قيمه، لان الانسان اذا ما يشعر بأن الآخرين أحسن من عنده يكون إنسان مو طبيعي. فاللي عندكم دائما أقول كلمة أحسن من عندي، والشاهد على الله أقولها من كل قلبي. إذا تريدون تكافئوني صلوا على سيدي رسول الله الهادي الأمين شفيعنا يوم الدين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 11/7/2023. السلام، مع السلامة. شكرا على وفق المولى.